البيانولا. كانت مصر زمان تعتبر ملجأ للذين يسعوا للعمل من الجالية اليونانية والإيطالية، حيث أنها كانت احتكارا لليونانيين وبعض الإيطاليين. واشتهرت الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة بتواجد العديد منهم. البيانولا عبارة عن صندوق مستطيل في حجم وشبه دولاب ملابس فردي، لونه أسود مزخرف بالعديد من الزخرفات الخشبية، وفي وسطه صورة في إطار بيضاوي. على الجانب الأيمن مناخيرلا، بينما كان على الجانب الأيسر رافع بسيط يختار به الرجل قطعة الموسيقى التي يريدها. كان في العادة شخصين، واحد يحمل وواحد يمسك شبه طار كده في الإيد، ويوضع البيانولا على حامل صغير ويبدأ أحدهم في تدوير المنافلة بينما يرقص الآخر على النغم، وبعد ذلك يخرج صوت قطع موسيقية شهيرة كانت مسجلة على شريط من الورق به خروج تبع للنوتة الموسيقية. وكانت إدارة المنافلة هي إعطاء الهواء مشابه للأكورديون وتسيير الشريط مشابه للأسطوانات حتى ينتقل إلى النوتة التي تليها. كانوا بيقتربوا من القهاوي التي يجلس فيها الأجانب ويضعوا البيانولا على حامل صغير ويبدأ أحدهم في تدوير المنافلة بينما الآخر يرقص على النغم الأوروبي، وأحيانا كانوا بيغنوا. وبعد فترة يتسول من الجالسين بقشيش، يعني كانوا بيلموا من الناس اللي قاعدة فلوس يعني. وقد اختفت البيانولا من شوارع القاهرة، إنها انقرضت طبعا بسبب عدم تمكن غيرهم من عمل شريط ألحان الموسيقى الورقي. هي دي حكاية البيانولا.